انا كنت كن في جامعه 90 سميتني نعيمه. دابا انا كنت تلاقيت مع واحد النهار ياس ياك قال لي راني غنتزوج بيك هادي كل نهار كيقول لي الهضره. واحد النهار بعد حمت منه هو زاد هرب ما بقى جا حتى النهار اللي ولدت على باش جا. بعد كنقول له حط لي الدري قال لي واخا تنجمع الصريه تمشي نقول لدارنا فين ما فين سمعت انه كان نفس الموضوع ما كيجيش عاوتاني حاليا عاوتاني عيط لي قلت لي شوف انا قلت لي ما بغيت منك تصير لا والو بغيت منك تحط لي غير بنت هي صبي لا فراقي نفس الموضوع عاوتاني كبر كيقول لي ويا واخا تنجمع الصريه يا امين والو حتى شي حل ما داروا معايا في ما كنقول لها نمشي نقول لها باك انا امك كيقول لي لا والدي خليهم بعاد عليك ما تقوليهاش اليوم ديما واحد النهار تعني جانا انا بالموطور يمشي ويجي تخرجت ليه ماما عمره ما زعما كان ما وقرني بحال واحد اللي كنت بغيت منه هي صافي غير بنتي في يحط عليا دابا ما في حالناش هادشي اللي بغيت منه غير شي جلاليه حتى دابا غتبقى المدرسه غتبقى شحال من حاجه خاص ضروري هي وريقات والفقر ديالنا وبا دابا ما كاينش خلينا نبقى في الكرش وميس ما كاينش دابا انا في الدنيا مشيت عليه قديت نيتي كيحسابي انا شي بصح ولكن هو كذب عليا هنا في واحد الدوار ديالو كيقول لي حميدات هو قال لي الله يعني غنتزوج بيك هادي عادي مشيت معاه انا حملت منه بعد حملت منه ياك الدري ما بقاش بان لينا يهرب ولا كيقول لي لا شربي مولاده لا ديري فيها نيده باش طيحي بنادم درت شحال من حاجه ولكن بنادم مابغاش يطيح بديت كان كيجي عندنا انايا الدار وطيقتو انا وطيقت امي وخويا درنا فيه الطيقه كيحسب هاد السيد غيتزوج بيا ولكن حتى هو غير كذب عليا قال لي هي يجي ويحط لي انا بنتي ما بغيتش دابا انا بنتي تضيع ليا خاصها دابا ضروري هي المدرسه وفريقاتها هذا هو الطلب ديالي انايا بغيت هاد السيد ما بغينا منه والو بغينا منه يجي يدير لبنته القوانين ديالها والله يعاونو هادشي اللي بغينا منه وين يجي يديرها يعطيها القوانين ديالها والله يعاونو عندنا ما نديرو به. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.